نظراً لأهميتها التاريخية والدينية الكبيرة ولأنها إرثاً ثقافياً سورياً، فهي كنيسة مارلياس يعاد افتتاحها بجهود منافة المطران موريس عمسيح والمجلس السورياني لتعود وتستقبل المصلين. هالكنيسة قديمة من التسعينات، نهدوا حيطان الكنيسة في هذه السنة بهمة سيدنا المطران مار موريس عمسيح وببركة قداسة سيدنا البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني. قمنا بإعادة بناء هذه الكنيسة المقدسة الأثرية اللي لها واقع خاص في قلوب المؤمنين، في أهالي عمودة خاصة وعموم السريان الموجودين في أبرشيد الجزيرة والفرات. هنا من مدينة عمودة نرسل رسالة، نحن السريان شعب سوريا الحقيقي وهوية سوريا القديمة، بأننا باقون بأرض آبائنا وأجدادنا على الرغم من شراسة هذه الحرب التي مرت على وطننا الحبيب سوريا، نحن باقون فيها، سوف نجدد كنائسنا التي تهدمت والتي خربت، لأننا نريد أن نبقى وأن نستمر في وطننا الحبيب سوريا. اليوم نحن في عمودة في شربولة السوريانية، هذا التل الأثري اللي نقول كنيسة مار الياس الحي، اللي عادنا ترميمه وتأهيله لتكون في خدمة المؤمنين، ونقول هي رسالة المحبة والسلام، رسالة سلام سوريا في كل بقعة من أرض سوريا. هنا من عمودة نقول لأهلنا، لكل أهل عمودة بكل انتماءات القومية والدينية، نقول هي رسالة محبة من الكنيسة إلى سوريا. المصلون بدورهم عبروا عن أهمية العيش المشترك وأهمية إعادة بناء وأحياء هذه الكنيسة التاريخية. عمودة طيبة وعمودة فيها ألفة وعمودة فيها محبة بوجود السريان. السريان كانوا أول شعب في عمودة، حبيناها، كان ألفة بين الطوائف، كل في محبة. يا ريت يحط السلام في البلد وترجع المحبة وترجع الألفة. نحن اليوم جينا لافتتاح كنيسة عمودة، طبعا هي من سنة 27 في عهد قداسة السيد البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني وبعاد سيدنا المطران مار موريس عمسيح، ونحن جينا اليوم لعمودة، وعمودة يعني كانت شعبنا السرياني هو عايش فيها من سنة 27، وكانت الكنيسة مبنية، ونحن اليوم الافتتاحية، ونحن كشعب سرياني سوري باقين في سوريا. يوما بعد يوم يثبت السوريون أنهم أقوى من الحرب والإرهاب الذي يحاول ضرب عصب الحياة. وما افتتاح كنيسة مار الياس إلا تحد آخر يقول للعالم كله أن سوريا وطن العيش المشترك والحياة والحضارة.